تبعتي القرعه ديال المنتخب ديال المونديال، المغرب طاح في المجموعه بي مع مع البرتغال اسبانيا وايران. شنو يظهر لك في الحظوظ المنتخب المغربي؟ كاين الصباليون هي اللي شويه، ايران غادي ندوزو معاه. واش المغرب عنده شي حظوظ باش يتاهل ولا والو؟ عنده غنمشيو للدور الثاني. انت متفائل؟ متفائل. وعلاش انت متفائل بالضبط؟ كاين عندنا حنا عندنا اللعابه واعرين وعندنا كل شيء. انا تيبان لي يمكن المهم مع ايران الا ربحنا الماتش الاول مع ايران عندنا واحد لافونتاج كبير ان شاء الله كونتر البرتغال، وديك الساعه الاسبان نقدروا نحاولوا، ولكن الماتش الاول هو اللي غادي يبين لينا حنايا يعني لي تروا بوان الاولين خصنا نلعبوا عليهم ضد ايران، هما اللي غادي ياكلوا لينا يعني المسار ديالنا في كاس العالم. الا ضد ايران انتصرنا ان شاء الله نقدروا ندوزوا للدوزيام تور، وحنا بعد الدول ديال المغرب العربي المغرب ولا سيتو المغرب ولا الجزائر حنا تتحبسنا على المان، ونتمنوا من الله هذه المره ما نتلاقاو مع المان حتى يعني نزيدوا شويه لقدام، حيت حنايا نتمنوا نزيدوا شويه لقدام ان شاء الله. دزنا ذاك النهار في 86 وفرحنا وحبستنا الالمان والالجيري فات كاس العالم الاخر حبستنا الالمان، نتمنوا حنا نحاولوا نوصلوا لشي دومي فينال ولا شي حاجه، حيت عندنا لعابه اللي في مستوى يقدروا يوصلونا لهذا المستوى، عندنا مدرب عندنا مسؤولين وعندنا رئيس جامعه وعندنا كاين عمل يعني كاين عمل نتمنوا الله نوصلوا نفرحوا هذا الشعب نفرحوا سيدنا الله ينصروا ونتمنوا الله نزيدوا شويه لقدام. الحضور المنتخب المغربي هي عند ايران والبرتقيز، سباليون في الشك، سباليون في الشك يعني يقدر يربح يقدر يربح البرتقيز وايران، اما سباليون في الشك، سباليون شي حاجه بون ايكيب راه فيها رفيع الريال وفيها البارسا بلا ما نعاود لك عليهم، هذا هو اللي كاين اخويا. يعني انت متفائل متفائل بالنسبه للحظوظ المنتخب المغربي باش يدوز للدور الثاني؟ متفائل بالنسبه ونتمناو اخويا نتمناو ان شاء الله ندوزو، نتمناو ان شاء الله ندوزو للدور الثاني ان شاء يعني الله. يعني مجموعه صعبه واخا بحال داك الشيء. ومجموعه اش نقول لك، الكره هذيك ما تحكمش، الكره هذيك ما تحكمش، قدر المغاربه يدوزو بسهوله ان شاء الله. حتى الدراري على 86 ضرب غربنا البرتغال، يلعب 86 هي مات الزاكي والظلمي وعز بودرباله وحسينه وخليفه والمريس، هذاك المنتخب كان بون ايكيب، ضربنا البرتقيز في 86. دابا كنتمناو ان شاء الله نضربوها هنا في روسيا ان شاء الله 2018، ونتمناو لهم التوفيق ان شاء الله. وهي في الحدود المغربيه تنتمناو في القرعه ديالو غادي يجي مع فرنسا ومع البرتغال وهذاك، ولكن هي في الويله ديال البدايه ديال بيك الا جات مع الصباليون تتكون القضيه صعبه بزاف. والبرتغال هي راه كانوا داروا في 86 في المكسيك كان ماتش رائع، وتنتمناو للمنتخب المغربي في اول ماتش غادي يكون احسن في افريقيا، اي احسن في الدول الافريقيه غادي يكون مع الصباليون والبرتغال، تنتمناو ليه في الاول 1-0، هادشي اللي تنتمنى انا للمنتخب. يربحوهم كاملين؟ لا، تنتمنى انا غادي تكون تعادل مع الصباليون ومع البرتغال 1-0. والماتش الثالث إيران. مع ايران هذيك باينه 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. حيت المنتخب راه صعيب اول خطره. ملي دخل 20 عام هادي واول خطره غادي يكون في احسن فريق في المنتخب ان شاء الله. ديالو غتكون صعبه شويه بحكم تواجد اسبانيا والبرتغال اللي هما مرشحين باش يديروا الادوار الاولى في كاس العالم، وتيبان لي ان الحضور ديالو شويه غتكون صعبه صعبه بزاف. يعني واخا المغرب غادي يلعب الماتش الاولاني مع ايران زعما ايران هو منتخب صعب حيت هذاك هو الحل، فهمتيني؟ خصنا نربحوا ايران هي الاولى. هذاك هو الحل، هذاك هو اللي غيحل لك، هذاك هو اللي غيعطيك واش غاتمشي ولا ما غاتمشيش كاس العالم. البرتغال عندها مع هذيك ريال زوينه غلبهم 86، نقدروا نغلبهم دابا خالد ولا لا؟ دابا صعيب شويه، هذا المنتخب قوي وحامل اللقب ديال كاس اوروبا.